لان الخروج بالنسبه لي ما يبقاش فيه توكن. الخروج بالنسبه لي ان ما يبقاش ايه فيه توكن. فلو مسح التوكن ويرجع بيها تاني على الهوم يبقى تمام قوي، صح؟ يبقى تمام جدا. فاقول له ماشي. نرجع كده واخش على اللوجن واروح تي اس تعالى، ادي اللوجن بكل الهيصه بتاعتها والزمبلطه بتاعتها. تقول له انا عايز بس في الكونستراكتور من فوق. ليه في الكونستراكتور؟ يعني اول حاجه ما تقوم اللوجن تشوف الاول هي هتشتغل لوجن ولا هتشتغل لوج اوت، هي هتشتغل لوجن ولا هتشتغل مين لوج اوت، فاهمني؟ في البدايه كده في الكونستراكتور بتاعها. طب اعرف منين؟ سهله جدا، اقول له ايه ان اللوكال ستورج دوت جيت ايتم اللي اسمه ايه توكن لو كان يساوي نل يبقى انا ايه، يبقى انا كده محتاج، يبقى انا لسه ما عملتش لوجن، يبقى انا ايه لوجن بيج، صح؟ اللوجن بيج ما عنديش مشكله، انا المفروض اقول له ذيس دوت كريت فورم اللي هي كانت موجوده، ان هو يكريت لي فورم بتاعه اللوجن بقى خلاص. إلس يبقى انا كده ايه المره دي لوج اوت بيج، مفترض انا كده صفحه خروج مش دخول، وبس. وبالطريقه دي انا هعرف انا لوجن انا دخول ولا خروج، انا كلوجن انا دخول ولا ايه ولا خروج، تمام؟ طب انا خروج هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له بص هتروح على اللوكال ستورج، بس بدل جيت ايتم هقول له ريموف ايه، ريموف ايتم، عايز امسح التوكن. ادي اول امر خلصنا، لوكال ستورج دوت ريموف ايت توكن، مسح التوكن. وبعدين هقول له ذيس دوت روت، الروت بتاعي دوت نافيجيت، صح؟ هيقول لي هتنافيجيت فين؟ قلت له نافيجيت على الرئيسيه، احذفه اللي احذفه على الرئيسي ورا، احذفه على ايه؟ على الهوم. يبقى همسح التوكن واحذفه على مين؟ على الهوم. وسيب. كده انا ما عنديش توكن، واعمل ريفريش، المفروض انا اعمل لوجن. قلت له ماشي انا هعمل لوجن، دخلت اليوزر نيم وباسورد، قلت له لوجن، قال لي التوكن اهو، دخل وقال لي هوم وركس، معناه انه شغل مين؟ شغل الهوم، بس ريفريش عامله لي مشكله، صح؟ اعمل ريفريش ماشي بقى هوم ولوج اوت، صح كده؟ اجرب اللوج اوت بقى، احنا برمجناها، المفروض لما ندوس لوج اوت يمسح التوكن ويبعتني على مين؟ على الهوم. قلت له اللوج اوت مسح التوكن، صح؟ وادي هوم وركس، يعني وداني على الهوم، بس اللينكات ما ظهرتش، الريفريشنج ما عملش. طب اعمل ريفريش، تمام. طب انا عايز اعمل حل لموضوع الريفريش ده. طبعا هو عشان بالنسبه له هو مكيش، يعني ايه مكيش؟ يعني الحاجات دي محطوطه في الرام، فمش عايز يعمل لها ريلود تاني، مش عايز يعمل لها ايه ريلود عشان يسرع، عشان يبقى الموضوع اسرع، هو بيفكر كده، الانجلر بيعمل كده. فانا المره دي مش عايزه يجيبها تاني، انا مش عايزه يجيبها من الكاشه، انا عايزه يعمل ايه؟ ريلود، عايزه يعمل ريلود كامله. هو المفترض اصلا في الروت هتلاقوا حلول كتيره طبعا، يعني في الاب روتس، انا ممكن في الاب روتس هنا وانا بعرف السنه واللوجن والهوم وبعرف الروتس، ممكن وانا بعمل امبورت للروت اللي هو موديول دوت فور روتس، وانا هنا بعمل له امبورت، انا ممكن اديله بعض الخصائص هنا، تمام؟ الخصائص اللي اداله هنا في حاجات ممكن تخليني اقدر اخليه يعمل ريفريش، تمام؟ يعني بحيث ان هو يحس، يعني ما يعملش حكايه الريلود دي. اسمعي. طبعا هتلاقينا عندنا حاجات كتير، كان اسمها اون، طيب كان اسمها ايه يا معلم؟ انا نسيت اسمها. كان في اوبشن هنا كنا بنحطه بحيث ان احنا نقول له في سيرجز. طيب ماشي. على العموم كان في هنا امر ممكن اقول له اعمل مع كل امر
عايزين نعمل ريلود، تمام؟ مع كل امر عايزين نعمل ايه؟ نعمل ريلود. بس انا مش عايز يعني، انا يعني الحل ده انا عندي مش فاكر بس يعني ممكن تكون جوه هنا. هي دي الكونفيجريشن هنا جوه. قول ايه؟ قول سيم. المفروض ان هي كانت اوبشن اسمها اهي اون سيم يو ار ال نافيجيشن. اون سيم يو ار ال نافيجيشن اقول له بقى ايه، خليها ترو او فولس عشان يبدا يعني يعمل ريفريش ولا لا. اون سيم يو ار ال نافيجيشن حتى ما اقف عليها كده بس كده بيقول لي هي بتاخد حاجتين، يا بتاخد كلمه ريلود يا بتاخد كلمه اجنور. يعني لما يكون نفس اليو ار ال نفض وده الديفولت، يا اما لا اعمل ريلود برضه. تمام؟ فاهمني؟ ولو قارنا كده هتلاقي هي يعني لو قارنا كده فيها هتلاقي ان هي عمليه ان انت لما بتبعت كلمه اجنور بتديك للروت اجنورز نافيجيشن ذات كان بي ديسيبل ذا فيتشرز ساتش از ايه ريفريش بطل. هتوقف الايه فكره ان هو بيعمل ريفريش يعني وكده. فطبعا احنا ده كده بس انا كده مش انا كده هخسر حاجه كبيره، هخسر لان الكاشنج ده بيسرع لي العمليه، بيسرع لي الايه؟ العمليه، بيخلي ان الحاجات يعني انا بحتاج ريفريش في حاجات بسيطه. فبناء على الراوتنج بتاعي في الاب راوتنج مش عايز اوقع فيه، لكن هعمل حل بسيط جدا ان انا لو في اللوجن لما بقول له this dot root dot navigate ممكن اقول له كمان بالجافا سكريبت ويندو دوت اوبن. ده امر جافا سكريبت، واقول له روح اعمل اوبن للايه لليو ار ال ده. تمام؟ هي حيله كده صغيره بالجافا سكريبت بعد، لان انا وانا عايز اعمل ريفريشنج بعمل ويندو دوت اوبن وادي له اليو ار ال فبتعمل الريفريش على طول. امر بسيط، وقت ما اكون محتاج ان انا مش محتاج اعمل ريلود بقول له زيد دوت روت دوت نافيجيت وبس. يبقى انا بزود الحته دي بس. يعني بنعمل اد فور ريفريش ذا بيج، ماشي؟ لو انا مش عاوز ريفريش البيج ما بحطش الامر ده، ماشي؟ تعال نجرب. انا كاتبينه فين؟ كاتبينه في اللوج اوت، صح؟ طيب بينا على تمام؟ بعمل ريفريش قال لي اعمل لوجن، قلت له ماشي لوجن. احمد عمر احمد عمر قلت له لوجن، رمى التوكن وراح بس ما عملش ريفريش عشان اللي احنا ما كتبناش الكود في اللوجن، احنا كتبنا الكود بتاع الريفريش في اللوج اوت، صح؟ فاهمني؟ يعني احنا عاملين امر اللي هو بيعمل ريفريش ده عملناه في الحته بتاعت اللوج اوت، ما عملناهوش وهو بيعمل لوجن. طب ماشي نشوف هنحطه فين في اللوجن، بس خلينا الوقت الاول نتاكد ان اللوج اوت شغال. يعني نعمل ريفريش من هنا، ادي هوم لوج اوت. لو اللوج اوت اشتغلت نظبط اللوجن. عملت لوج اوت ايه اللي حصل؟ عمل فعلا ايه؟ ريفريش، صح؟ وجاب لي الساين اب واللوجن، يعني كده تمام التمام كده صح من النوم. لكن انا بس دلوقتي عايز اما اعمل لوجن لما كده بدوس لوجن، صح؟ تعالى ما كنا احنا بنعمل لوجن صح بيبعتنا على الهوم، صح؟ هندور فين بيبعتني على الهوم؟ الكود اللي احنا كاتبينه فين بيبعت على الهوم عشان اعدله؟ هتلاقيه اكيد في الفانكشن بتاعت اللوجن دي، كرييت فورم سيبك منها، ادي اللوجن اهي اهو. كنت بقول له روح على مين؟ بقول له زيز دوت روت دوت نافيجيت، صح؟ اقول له ايه بعديها؟ ويندو دوت اوبن عشان يعمل ريفريش لما برضه اللوجن تشتغل، عشان برضه لما اللوجن ايه تشتغل معايا ولا ايه؟ ادي هوم ولوج اوت، اعمل لوج اوت اعمل ريفريش، صح؟ اعمل لوجن من اول جديد، ادي ايه اتش عمر والباسورد واعمل لوجن اعمل ريفريش، صح؟ بس هو عمل ريفريش بس في حركه غبيه حصلت. انا ملاحظ ان التبات فتح كذا مره،
صح؟ ماشي، المفروض ما كانش يفتح التابات اكتر من مره. افترض ان في هنا اقدر اقول له حاجه اسمها التارجت اندر سكور بلانك واندر سكور بيرنت واندر سكور مش عارف ايه. كان الاوبشنز بتاعت اللي انا كتبتها في اللوجن، بس اجربها بعد اذنكم. نعمل كده لوج اوت، تلاحظ ان هو فتح اي تابه جديده صح؟ طيب لما نيجي نعمل لوجن ودخلنا، اللي حصل عمل ريفريش من غير ما يفتح تابه جديده صح؟ بسبب احنا بس عملنا حاجه اسمها اندر سكور بيرنت. وطبعا ويندوز دوت اوبن فيها اندر سكور بيرنت واندر سكور بلان بلانك واندر سكور سيلف تمام؟ دول الايه اللي ممكن نبعتهم منها. هي بتشتغل باي ديفولت اندر سكور بلانك، يعني بيفتح صفحه جديده بلانك، يفتح صفحه جديده فاهمني؟ طبعا انت المفروض يعني لو تخشوا تسيرشوا على الحاجات دي كلها حاجات بيزكس يعني. لكن لو قلنا ويندو دوت اوبن اللي انا عملته ده، ويندو دوت اوبن ماشي جافا سكريبت مثلا، ما اعرفش ايه اللي ممكن يطلع لي مثلا اهي الميثود. هتلاقوا بقى الويندو دوت اوبن، هتلاقي فيها ادي اس اليو ار ال، وادي الايه النيم بتاعها، عندك الاندر سكور بلانك في توب كمان اندر سكور بلانك، دي بتعمل يو ار ال لودد ان نيو ويندو اللي احنا حصلت معانا صح؟ اندر سكور بيرنت يو ار ال از لودد انتو بيرنت فريم، يعني في نفس الاصل. طبعا فريم لو في اي فريم او فريم سيت، دي حاجات قديمه شويه او موجوده لسه ما زالت. الاندر سكور سيلف يو ار ال ريبليس ذا كرنت بيج، ده برضو بالنسبه لنا هيبقى كويس، يعني الحلين دول بالنسبه لنا هيبقوا حلوين لان احنا مش مستخدمين فريمز، فبالنسبه لنا الاثنين هيعملوا في نفس المكان. التوب بتريبليس اي فريم سيت وتحط اللي فوق، بس احنا ما عندناش فريم سيت، مش مستخدمين فريم سيت. فمن الاخر احنا لو عملنا سيلف او عملنا بيرنت الاثنين شغال. انا بس هستخدم كلمه سيلف لان هي الاقرب للمنطق، اللي هي سيلف يعني مجاني، مكان يعني في نفس الصفحه ما تروحش حته ثانيه. وهنا برضه لما اجي اقول له اعمل اوبن هقول له ايه كوما، واقول له هنا ايه اندر سكور ايه سيلف. حل كده جافا سكريبت ما هوش يعني هندلر، بس ايه هيوفد بالغرض وقت ما نحب نعمل ريفريش او وقت ما نحبش نعمل ريفريش، بنا متحكمين في اللعبه اكتر. فانا مثلا بعمل لوج اوت بيخرج زي ما انتم شايفين ممتاز، بعمل لوجن وبخش بلوجن بيتحول هوم لوج اوت ممتاز جدا كده. اللوج اوت بتاعتنا 100 فول 18 صح كده، اللوج اوت بتقوم بوظيفتها اهي صح ولا ايه؟ هنشوف تمام.